عبادة الدعاء. كلمة للأخ الفاضل جمال الحرازي حفظه الله، ويليها كلمة للأخ الفاضل رمز الغرسي حفظه الله بعنوان التأني، كانت بتاريخ 25 من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نحمد الله جل وعلا ملء سمائه وملء أرضه وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد. نحمده سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة أبائنا وإخواننا في هذه الدار العامرة، زيارة شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة أبو ذر عبد العزيز ابن يحيى القرعي، نسأل الله عز وجل أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وأن يطيل عمره، وهكذا زيارة للمشائخ في هذه الدار المباركة وللآباء والإخوة أجمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها زيارة خالصة لوجهه، وأن يرزقنا وإياكم أوفر الحظ والنصيب من محبته سبحانه وتعالى التي أوجبها على نفسه تكرما وتفضلا للمتحابين فيه. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن الله عز وجل يخاطب عباده ويخاطب الناس جميعا في هذه الآية، ويخبرهم بضعفهم وافتقارهم إليه في جميع الوجوه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقراء في إيجادهم، فلولاه ما وجد هذا المخلوق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فقراء في جلب المنافع لأنفسهم وفي صرف النقم عنهم، فقراء إلى الله عز وجل في كل شيء. ألا وإن من أعظم المقامات مقامات العبودية التي يظهر فيها العبد افتقاره وحاجته لله عز وجل مقام الدعاء. فالعبد في هذه العبادة وفي هذا المقام العظيم يظهر افتقاره وحاجته لله سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد وأبو يعلى والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له إلى الآخرة. هذا الحديث العظيم من أحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام عظيم ما للعبد إن هو حقق هذا المقام، مقام العبودية لله عز وجل، مقام الدعاء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم، وكذلك مسلمة،
ما من مسلم يدعو ففيه حث وترغيب على لسان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن على المسلم أن يدعو ربه وأن يسأل خالقه في كل ما نزل به وفي كل افتقار قد حل به أن يدعو الله عز وجل. والله جل وعلا وهو أصدق القائلين وعد، وعده لا يخلف، أن من دعاه أنه يجيب دعاءه. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا وعد من الكريم، أو وعد من الذي لا يعجزه شيء، القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وعد من الله عز وجل لسائر عباده أنهم إن دعوه أجاب دعوتهم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال في الآية الأخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلى العبد أن يلهج إلى ربه بالدعاء، وأن يبثث وينشر حوائجه وسائر مطالبه من أمور الدنيا والآخرة بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه، وكلما ألح العبد على ربه في الدعاء كلما كان ذلك أقرب لإجابة الدعاء، وكلما كان هذا العبد أعظم منزلة إلى ربه عز وجل، لأنه بدعائه يظهر افتقاره وحاجته إلى ربه عز وجل. تجد بعض المسلمين إلا من رحم الله ربما إذا نزلت به نازلة، أو ألمت به ملمة، أو حصلت له ضائقة، ربما لجأ إلى هنا أو هنا ونسي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويقف بين يدي ربه عز وجل فينزل به فائقته وينزل به أموره كلها. فالله عز وجل يجيب دعوة من دعاه، ولكن بسبب عجزنا وضعفنا وقلة علمنا وربما غفلة كثير من الناس، إذا نزل به مرض لجأ إلى الطبيب، إذا تسلط عليه عدو لجأ إلى من يشفع له وإلى من يدفع عنه عداوة هذا العدو، ونسي أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على عجز العبد وضعفه. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أبخل الناس، أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. إي والله، لو أن العبد لو نزلت به أي نازلة في أمر دينه أو في أمر دنياه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لحقق الله عز وجل له مطلوبه وأجاب له دعوته ودفع عنه ضره وأزال عنه كربه. ولكننا نغفل، وهذا بسبب ضعفنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يدعو. إذن يا عبد الله ويا أيها المسلم، إلجأ إلى الله عز وجل. وعبادة الدعاء ليس لها وقت محدد، وليس لها حالة معينة، وليس لها مكان محصور، بل ادعو الله عز وجل ليلا أو نهارا، سرا أو جهارا، ادعو الله عز وجل قائما قاعدا مضطجعا، في حال رخائك، في حال شدتك، في أي حالة ادعو الله عز وجل. بل من تأمل في أكثر العبادات وجد أنها مشتملة على هذه العبادة
وعلى هذا المقام مقام الدعاء. على سبيل المثال نذكر عبادة يحافظ عليها من وفقه الله لها وهي عبادة الصلاة. ذكر بعض أهل العلم أن عبادة الصلاة فيها 7 مواضع يدعو فيها العبد ربه سبحانه وتعالى. دعاء مسألة وليس دعاء عبادة، مع أن الصلاة كلها والزكاة والصيام وسائر الأعمال كلها عبادة لله عز وجل، كما يقسم أهل العلم أن العبادة أو الدعاء إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة. لكن في الصلاة 7 مواضع يدعو فيها العبد ربه عز وجل، ربما تمر علينا ولا نستشعرها ولا نستحضرها، أصبحت عند بعضنا أو عند بعضنا أمر روتيني، ندعو بالدعاء ولا نستشعره ولا نستحضره. ولو أن العبد استحضر هذا الدعاء وهذه المواطن 7 لخرج بإذن الله عز وجل من صلاته كيوم ولدته أمه، ولخرج من صلاته وقد حقق الله له مطالبه، ولخرج من صلاته وقد دفع الله عنه ضره، ولخرج من صلاته وقد أجاب الله سبحانه وتعالى له كل ما سأل. لو أننا استحضرنا هذه المواطن في هذه العبادة العظيمة عبادة الصلاة، كما قيل من أكثر من قرع الباب يوشك أن يفتح له، من أكثر من قرع الباب يوشك أن يفتح له. وأنت أيها المسلم حينما تقف لله عز وجل في صلاتك في اليوم فرضا 17 مرة ونافلة الراتبة 12 مرة وهكذا في صلاة الليل 11 ركعة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بمعنى كلامه قال: وإن العبد يسأل ربه سبحانه وتعالى في يومه أو يصلي لله عز وجل في يومه ما يزيد على 40 ركعة في اليوم الواحد. يصلي العبد لربه هذا الموفق يصلي له ما يزيد على 40 ركعة. كيف 40 ركعة؟ صلاة الفريضة 17 ركعة، وصلاة 12 راتبة، وصلاة 11 راتبة صلاة الليل، المجموع 40 ركعة و40 قياما يقومه العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. الصلاة فيها 7 مواطن أذكرها. الموطن الأول في دعاء الاستفتاح تدعو الله عز وجل في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذا دعاء، تستفتح صلاتك بدعاء الله عز وجل بالتضرع وإظهار الافتقار لله أن يباعد بينك وبين الذنوب، أن يباعد بينك وبين الخطايا، أن يطهرك من الذنوب التي ران بها قلبك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إي والله لو أننا استحضرنا هذا الدعاء وأظهرنا فيه كمال افتقارنا لله عز وجل، والله لخرجنا من صلاتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول. ومنها الدعاء، وهكذا الذكر، تقول في ركوعك وفي سجودك وبعد قيامك من الركوع وبين السجدتين خليط بين أذكار وأدعية. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول. لكن بعضنا إلا من رحم الله يسرح في صلاته، ولولا وجود أئمة يصلون بنا
ويحرصون على أن يعقلوا صلاتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لصلينا صلاة لا نهاية لها، بسبب أن قلوبنا تسرح وتمرح في أودية الدنيا إلا من رحم الله، ولا نستشعر ولا نستحضر ما نقول وما ندعو. قال عليه الصلاة والسلام: فيقوم فيسبغ وضوءه فيعلم ما يقول إن لم فتل من صلاته كيوم ولدته أمه. إذن فبعد تكبيرة الإحرام تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، ومن ذلك دعاء قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ما أعظم وما أجل هذا الدعاء العظيم، وهو سؤال الله عز وجل الهداية. فوالله لو استحضرنا هذا الدعاء، أحضرنا قلوبنا وتأملنا فيه، والله لرزقنا هذا العطاء العظيم، ولثبتنا الله على الصراط المستقيم حتى نلقاه. هذا الدعاء وهذا الموطن الأول بعد تكبيرة الإحرام. الموطن الثاني في سورة الفاتحة، ألسنا نقرأ سورة الفاتحة ونقرأ فيها أجل دعاء وأعظم مطلوب وأعظم سؤال من الله عز وجل، وهو قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. في كل ركعة تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. أنت مصلٍ، أنت قائم لأمر الله سبحانه وتعالى، أنت حريص على أن تنجي نفسك من الشر، ومع ذلك تسأل الله في كل ركعة وتدعو الله عز وجل مفتتحا هذا الدعاء بالثناء والتمجيد لله جل وعلا، ثم تسأل هذا الدعاء: اللهم أو اهدنا الصراط المستقيم. قال بعض العلماء: من معاني هذا الدعاء اهدنا، أي ثبتنا على الصراط المستقيم. فكم من أناس كانوا على خير واستقامة وكانوا على صلاح، ولكنهم انحرفوا وزاغوا. لماذا؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الجامعة والتي يكثر منها وسمعها منه كثير من الصحابة هي قوله عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت وأنت واقف لله في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها تقول: اهدنا الصراط المستقيم، لتعلم عظيم شأن هذه العبادة ومقام هذا الأمر وهو مقام الدعاء. أنك لا يفتر لسانك، لا تكل ولا تمل. هذا الموطن الثاني في الصلاة فقط. الموطن الثالث في الركوع. الركوع تعظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الركوع فعظموا فيه ماذا؟ الرب. ولكن قد جاء في بعض أذكار الركوع دعاء لله سبحانه وتعالى، وهو قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا دعاء ربما بعضنا يقوله ولا يستشعره ولا يستحضره، هو يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يتأول القرآن، يتأول قول الله عز وجل، يعمل به. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان الرسول يعمل بهذه الآية فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن تدعو الله حتى في ركوعك بعد أن تأتي بالواجب من الأذكار: سبحان ربي العظيم، وبغيرها: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وغيرها. ولكن تدعو الله في هذا الموطن. الموطن الرابع
بعد الرفع من الركوع، بعد أن ترفع من ركوعك تدعو الله عز وجل، تقول إذا كنت إماما سمع الله لمن حمده، وإذا كنت مأموما تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، اللهم لا مانع. هذا دعاء، هذا دعاء، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. انظر، تدعو الله في دعاء الاستفتاح، تدعو الله في سورة الفاتحة، تدعو الله في ركوعك، تدعو الله بعد الرفع من الركوع. فإذا خر العبد ساجدا لله وهو أعظم موطن في الصلاة يستجيب الله فيه الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. بعض المسلمين إلا من رحم الله يأتي بالأذكار الواجبة ثم يسكت ويقول الإمام أطال في الركوع، الإمام أطال في السجود. لماذا؟ هذه فرصة فتحت بين يديك، أنت ساجد بين يدي خالقك، انثر وابثث حوائجك. كم لنا من حوائج وكم لنا من أمور، من أمور الدين والدنيا، اسأل الله عز وجل، اسأل الله المغفرة، اسأل الله الجنة، اسأل الله الثبات. هذا الموطن الخامس أو الرابع في السجود. الموطن الذي بعده السادس أو الخامس بين أو السادس بين السجدتين، الدعاء بين السجدتين، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وجاء رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني، وجاء في بعض الروايات وارفعني، دعاء رب اغفر لي رب اغفر لي. بعضنا هكذا ما يستشعر ولا يستحضر، يستعجل في الإتيان بهذه الأذكار. نعم، الموطن الأخير من مواطن إجابة الدعاء في الصلاة فقط، الموطن السابع قبل السلام، قبل السلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك الصحابي التشهد، فيقول له التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي دعاء كذلك، ثم يدعو بدعاء عظيم وهي الاستعاذة بالله عز وجل والاعتصام والالتجاء والافتقار إلى الله عز وجل أن يقيه من شر أربعة أمور. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هل انتهى الدعاء بهذا؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ادعو الله عز وجل بما شئت من خير الدنيا والآخرة، بل جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الدعاء أسمع، أي أرجى للإجابة، يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال في جوف الليل الآخر وفي أدبار الصلوات، وفي أدبار الصلوات أي قبل السلام. وكان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر. ولما جاء إليه الصحابي الجليل والصديق رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله علمني دعاء، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم، تدعو الله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك، تعترف إلى الله عز وجل بذنوبك وتسأل الله أن يغفرها لك. وهكذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد رجلا قد قضى صلاته وهو يتشهد ثم يدعو، فقال اللهم إني أسألك يا الله
بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك قال قد غفر له قد غفر له. انظر فقط في الصلاة كم من دعوات ندعو الله عز وجل ولكننا لا نستحضرها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله هذه دعوة لي أولا ولك ثانيا أن نستغل هذه العبادة العظيمة. كم نشكو من أمراض وأوجاع وأسقام من تسلط عدو من حصول بلاء من عقوق ولد من سوء عشرة بينك وبين أهلك بينك وبين أخيك بينك وبين جارك. اجعلها لله واسأل الله عز وجل أن يجعل لك فيها الخير واسأل الله سبحانه وتعالى كل خير من أمور الدنيا والآخرة. إذن فالدعاء لا تفتر عنه، ليس له وقت محدد ولا مكان معين. ادعو الله في أي وقت في أي ساعة من ليل أو نهار، مع أنه ثمة مواضع ومواطن يستجاب فيها الدعاء، ولكن ادعو الله سبحانه ولا تعجز عن دعاء ربك ودعاء خالقك سبحانه جل في علاه. بل لو تأملنا أذكار الصباح وأذكار المساء لرأيت أن أكثرها دعاء لله عز وجل. لو تأملت واستشعرت أذكار الصباح وأذكار المساء وهكذا أذكار النوم لوجدت أن أكثرها دعاء من العبد لربه. على سبيل المثال من أدعية الصباح والمساء وهي من الأذكار: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. هل استشعرت هذا أن الله عافاك وأنت تسأله زيادة العافية في بدنك وتسأله العافية في دينك تسأله العافية في دنياك وآخرتك؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ألم يقل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي؟ عافاك الله في سمعك، فلربما هذه العافية التي وجدت ربما بدعوات دعوت الله عز وجل بها في صباحك أو مسائك. أليس من أدعيتي وأذكار الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي، لا إله إلا أنت، وغيرها كثير. فقط عليك أن تحضر قلبك حين ما تحرك لسانك لتعلم عظيم وشأن هذه العبادة العظيمة وهي الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس بإثم، أي أن الدعوة الآثمة لا يستجيبها الله جل وعلا. فلو دعا الإنسان بدعوة آثمة فإن الله لا يستجيبها، كأن يدعو الله أن يرزقه حراما أو أن يسلطه على فلان ظلما فإن الله لا يستجيب هذا، وهكذا ولا قطيعة رحم. فلو أن داع دعا أن يفرق بينه وبين أخيه أو بينه وبين أبيه أو بينه وبين أخته فإن هذه دعوة لا يستجيبها الله جل وعلا، لأن فيها قطيعة رحم. فالله عز وجل لا يجيب هذه الدعوة ولا التي بعدها. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أعطاه الله، أي بهذه الدعوة، إحدى ثلاث. أقول لك بالمختصر: دعواتك التي تدعو الله عز وجل بها لن تذهب هدر. بعض الناس يقول: أنا أدعو، الحمد لله أنا أدعو. طيب، هذه الدعوات لن تذهب، بل عليك أن تكثر، وكلما أكثرت من دعاء الله كلما كان خيرا لك، وإن لم تعجل لك بعض الدعوات فهو خير لك. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذا الحديث قالوا: يا رسول الله إذا نكثر، يعني إذا كان دعاؤنا إما أن يعجل وإما أن يصرف عنا من السوء وإما أن يدخر لنا إلى الآخرة، إذا يا رسول الله نكثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر
إن دعوت الله أن يرزقك مالا فلم تعطى هذا المال، لعل الله عز وجل ادخرها لك إلى يوم القيامة. فيأتي يوم القيامة لك صلاة وصيام وحج وعمرة وتلاوة قرآن تعرفها، ثم وجدت حسنات ثقلت بها موازينك، من أين هذه الحسنات؟ إنها دعوات دعوت الله عز وجل بها لم تحقق لك في الدنيا، ادخرت لك إلى يوم القيامة. وهكذا قد تسأل الله عز وجل مالا فلا يعطيك الله هذا المال، لأنه هو العليم الحكيم، يعلم ما يصلحك ويعلم ما ينفعك، فربما صرف عنك هذا المال ولكنه دفع عنك أمراض وأوجاع وأسقام، لو نزل بك هذا المرض ما كفى هذا المال الذي قد أعطيته. فسلم لله وادعو الله وأنت موقن الإجابة، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأحمل هم الدعاء، إني لأحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. أنت الإجابة، اجعل الله يختار لك ما فيه الخير الحسن، ادعو الله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل قد يحقق لك دعوات كثيرة بأن يصرف عنك عدوا أو مرضا أو بلاء أو غيرها من الأمور، ولكن إن رأيت أنك دعوت فلم يجب لك دعوات ولم تقع في موانع إجابة الدعاء، فاعلم أنها دعوات أدخرت لك أو دعوات صرف عنك من السوء والشر الشيء الكبير، فسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا أيها الكرام أننا نكثر من دعاء الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. إذا نزلت بك أي ملمة إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، صغرت أو عظمت، كبرت أو غير ذلك، اجعلها لله سبحانه وتعالى واسأل الله سبحانه وتعالى، اسأل الله. الفضيل بن عياض كما ذكر الذهبي رحمه الله أنه سعى في إصلاح ولده وفي توجيهه ولكنه عجز عن ذلك، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم إني عجزت أو عجزت عن تأديب ولدي فأدبه لي. فأدب الله له ولده وأصلح الله له ذريته فكان ولدا صالحا وعابدا تقيا رحمه الله تعالى. إذن هذه ذكرى ذكرت بها نفسي أولا وذكرت بها إخواني ثانيا، والمقام ليس مقاما لي، وكنا نحب السماع من الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ عبد العزيز أو الشيخ حسين، ولكن طلب منا هذا، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يكتب لنا ولكم الخير، وأن يذلل ألسنتنا وألسنتكم بالدعاء، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وإن كان في الوقت بقية فأحد إخوان الأفاضل يتقدم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستظل بظلها ونموت عليها ونلقى الله بها. دعا وكل نواحي الأرض مجدبة مغبرة فإذا الغبراء خضراء أتى جموع الطغيان ففلها وليوث الأوثان فأذلها وعقد الشرك فحلها وأحقاد القلوب فسلها بشر الأمة وذلها وسقاها بوابل أخلاق القرآن وعلها فجزاه الله عنا كل خير ولاقته المسرة والسلام وأسكننا بصحبته جنان تحية أهلها فيها سلام. أسأل الله جل وعلا كما أنجمعنا وإياكم على هذا الفرش أن يجمعنا وإياكم غدا تحت العرش، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين. أما بعد، وقفة مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي جاءت تهذب أخلاق المؤمنين
وهذا الحديث يعلم الناس كيف يسيرون إلى الله جل وعلا، وهذا الحديث يعتبر منهاج حياة للناس إن عملوا به وطبقوه. هذا الحديث زلت فيه أقدام حينما خالفت هذا الحديث، بل هذا الحديث إذا لم يجعله الإنسان نصب عينيه أخطأته السلامة كثيرا. جاء عند الإمام الحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. هذا الحديث لو تأمل فيه المتأمل ووقف عند هذا الحديث لرأى أنه منهج حياة، إذ أن الذين يخالفون التأني ولا ينظرون في عواقب الأمور ومآلاتها لربما وقعوا كثيرا في أمور دينهم ودنياهم. وهذا الحديث له قصة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رجلا إلى بني المصطلق ليأخذ زكاة أموالهم، فلما وصل هذا الرجل إلى بني المصطلق قذف الشيطان في نفسه شيئا من التخوف، فخرج هؤلاء الناس صغارا وكبارا ذكورا وإناثا فرحا واستقبالا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآهم رجع ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق منعوا زكاة أموالهم. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأى أن هذا الأمر أمرا عظيما لا يجب أن يسكت عليه، فقال: يا خالد، وقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه: جهز الجيش يا خالد. فقام خالد يجهز الجيش لغزو بني المصطلق، فبينما خالد يجهز الجيش إذ ببني المصطلق يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا: يا رسول الله، بلغنا قدوم رسولك إلينا، فخرجنا فرحا، فبلغنا أنه رجع، ونخشى أن يكون غضبا قد غضبته علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. التأني من الله. إذن يا معاشر المسلمين، هذا الخلق، خلق التأني والتثبت، لا بد أن يكون لي ولك ولكل الناس منهاج حياة. لذلك عند أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتأنى المرء وفيما يتعجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل عمل خير إلا في عمل الآخرة. إذن في كل أمور الدنيا لا بد أن يتأنى الإنسان وأن تكون عنده تؤدة، إلا في أمر الآخرة. وسارعوا سابقوا فاستبقوا. ذكر الله جل وعلا آيات كثيرة في السباق والاستباق والمسابقة إليه سبحانه وتعالى. لذلك هذا الخلق، خلق التأني، قد أخبر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أن الناس لا بد أن يتأنوا في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال، سواء فيما يلقونه للناس أو فيما يستقبلونه عن الناس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة صحيحة فتثبتوا. إذا لم يكن التثبت والتأني أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي بعض الأحيان لا ينفع الندم، في بعض الأحيان لا ينفع الندم، لأن الإنسان بعدم تأنيه وبعجلته لربما أصاب خلقا كثيرا، لربما أزهقت أنفس وذهبت أرواح بسبب كلمة تقال أو تنقل أو لا يتثبت فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا معاشر أهل الإيمان بأن نتثبت وأن نتبين. جاء رجل من بني سليم
وهو يمر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم جلوس، فسلم عليهم فقاموا إليه وقالوا: ما قالها إلا متعوذا، ما قالها إلا متعوذا. فقاموا إليه فقتلوه. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة التي لا بد أن نجعلها نصب أعيننا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. لا بد من التثبت، ولا بد من التأني، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. انظر إلى عدم التثبت وإلى عدم التأني، قتل هذا الرجل. فأنزل الله جل وعلا آيات تأمر الناس بالتثبت وبالتأني. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما عند الترمذي وغيره، قال: كانت الأعراب تأتي لتسأل ونحن نستفيد. قال: فجاء رجل وهذه رسالة إلى الذين لا يتثبتون ولا يتأنون في مسألة أخذ دينهم: من أين تأخذ دينك؟ أتأخذ دينك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم تأخذ دينك من مواقع التفاصلات والتواصلات؟ البعض لربما أخذ دينه من عدوه، من عدوه، إما يأخذ هذا الدين من يهودي أو نصراني أو علماني، وليس بمستعد أن يأخذ دينه من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا الرجل الأعرابي ويقول: أين ابن عبد المطلب؟ فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، من الذي خلق السماء؟ قال: الله. قال: من الذي خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من الذي نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا؟ يتثبت ويتأنى في مسألة دينه، لأنه سيلاقي الله جل وعلا بهذا المعتقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. ثم قال: يا محمد، زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم يقول: أسألك بالذي رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض، الله أمرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم نعم. انظر إلى هذا الأعرابي الذي لا يفقه كثيرا من مفردات المتكلمين اليوم، يتثبت عن دينه، لا يأخذ دينه لا من الواتساب ولا من الفيسبوك ولا من هذه المواقع التي اختلط فيها الحابل والنابل. قال ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على تثبت وعلى تأني. بل قد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن السنوات الخداعات ونحن فيها والله. يأخذ البعض دينه من سفيه من السفهاء، ويأخذ دينه ويجعل قوله وكلامه حجة. بل بعضهم لربما لو عرضت عليه الآية أو الحديث ما قبلها، ويأخذ بكلام هذا السفيه التافه. الرويبضات، هذا هو زمن الرويبضات. لذلك وجب علينا أن نلتف حول علمائنا، وأن نأخذ بتوجيهات علمائنا الذين يربطون بالله ويدلون على الله، والذين هم خط مستقيم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يريدون منا إلا أن يأخذوا بأيدينا إلى النجاة بإذن الله جل وعلا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق أو يبقي في الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولست بمعذور.
لست بمعذور بين يدي الله جل وعلا. لا بد أن تتثبت ولا بد أن تتأنى. من أين تأخذ دينك؟ أمن كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، أم أنك تريد كلاما تمضي به وقتك وتسير به حياتك؟ اعلم أخ الإسلام والإيمان أنك ستقف بين يدي الجبار جل جلاله، وأن هذا الأمر لن تصمد فيه بين يدي الله عز وجل. تستطيع أن تغالب في الدنيا، أما بين يدي الله عز وجل فالموقف صعب والموقف عظيم. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون من الدروس، إذا زل أحدهم في زلة ثم علم بعدها لا يعود إليها أبدا. وكم ينصح العلماء، وكم يخطب العلماء، وكم يؤلف العلماء في المسائل التي يجب أن يتثبت فيها الناس، ثم إذا بالناس يقعون في تلك الأخطاء. أخرج الشيخان عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم على مياه، قال: فقتلنا من قتلنا، وأسرنا من أسرنا، وهرب من هرب. وإذا بأسامة رضي الله عنه وأرضاه والسيف في يده، فلحق رجلا حتى أسنده إلى شجرة، فقال ذلك الرجل: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد العروة الوثقى التي قسم الله جل وعلا من أجل هذه الكلمة الخليقة إلى مسلمين وفجار وإلى مؤمنين وكفار. هذه الكلمة التي قام من أجلها سوق الجنة والنار، قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه وأرضاه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أسامة قد قتل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا أي خائفا. فقال عليه الصلاة والسلام: رسالة إلى الذين يخوضون في النيات، وإلى الذين يدخلون إلى أنفس الناس ويحكمون على الناس بما جاء في عقولهم لا ما في قلوب الناس. فقال: هل لا شققت عن صدره؟ هل دخلت إلى قلبه ونظرت أنه قالها متعوذا؟ يا أسامة كيف تصنع؟ يا أسامة بلا إله إلا الله، يا أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ استغفر لي يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أسامة ويعلم الأمة من بعده إلى أن يتثبتوا، وإلى أن يكون عندهم تؤدى وعدم عجب. قال: تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم. انظر إلى الذين لا يقفون عند هذه الحدود من التأني ومن عدم العجلة، بل يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن كلمة واحدة قد تغير على الإنسان أمورا عظيمة من الخير والصلاح. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالتما من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. لذلك عند الضياء أن أبا بكر وعمر خرجا في سفر، وكانت العرب يختم بعضها بعضا، فلما خرجا كان معهما غلام، وكان هذا الغلام نؤوم أي كثير النوم، فقد نام احتاج إلى طعام. يا غلام استيقظ، يا غلام ولم يسمعهما. فقال أحدهما: إن هذا لا ينام في حضره كما ينام في سفره. الآن نحن نقول كلام أعظم من هذا، لربما طعنا في دينه، لربما طعنا في خلقه أو في خلقه، ونحن لا نعد تلك عيوبا، لا نعد تلك ذنوبا ومعايب، أنه لو سمعها يتأذى منها. إن هذا لا ينام في سفره كما ينام في حضره. ثم لما استيقظ قال: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له: إن أبا بكر وعمر يستأدمانك، يطلبان منك إداما.
فذهب ذلك الغلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى المعلم، إلى الشفيق، إلى الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يستأذنانك. قال: ارجع إليهما، ارجع إليهما وقل لهما أولم تأتدما. فرجع الغلام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الإذان؟ قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يستأذنانك. فقال: ارجع إليهما وقل لهما أولم تأتدما. فجاء وخاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرسلنا الغلام إليك نستأذنك فقلت إننا قد اتدمنا ووالله ما ذقنا ذواقا. ضر إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها رضوانه إلى يوم يلقاه. كلمة تسبيحة تهليلة تستغفر الله عز وجل، ما تظن أن تبلغ ما بلغت، لكن قد كتبها الله جل وعلا عنده ورضيها له. يا رسول الله، والله ما ذقنا ذواقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تقولا في أخيكما إنه لينام في سفره كما ينام في حضره، والله الذي لا إله غيره إني لأرى الآن لحمه بارزا بين أنيابكما، والله الذي لا إله غيره إني لأرى الآن لحمه بارزا بين أنيابكما. ذا لابد من أن نحاسب على أقوالنا، وأن نحاسب على أفعالنا، وأن المواقف هي التي ستحدد موقفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل، انظر إلى عاقبة هذا الكلام: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت غلاما أسودا. تأمل، فيه تعريض بقذف زوجته، وكأنه يقول: نحن بيض وهذه المرأة ولدت غلام أسود. وإنما أخذ يعرض بالكلام لأنه لو صرح البين وإلا الحد. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وفطن النبي صلى الله عليه وسلم لمقالته، فقال له عليه الصلاة والسلام، يعلمه التثبت والتأني، فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: وما ألوانها؟ قال: يا رسول الله، كلها حمر، كلها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق هو ما اختلط بياضه بسواده. قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، أنى ذلك؟ كيف هذا يا رسول الله؟ فقال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أنى ذلك؟ كيف هذا وهي كلها حمر؟ قال: يا رسول الله، لعلها انتزعت عرقا. فقال عليه الصلاة والسلام: وامرأتك لعلها انتزعت عرق. إذا تثبت وتأنى في هذا الأمر، لا ترمي التهم جزافا ثم تقول: أنا آسف، ما كنت أعلم، أناس سيعذرونك وأناس لن يعذرونك. أما لو كان الكلام كبيرا فلربما أطاح برأسك. لذلك قال بعضهم: لا تخرج من أسنانك، أو لا تخرج بلسانك ما يكون سببا في طيران أسنانك. انتبه، لا تتكلم بكلمة، فإن الكلمة كالرصاصة، إذا خرجت لابد أن تجرح، والكلام أنت قبل الكلام تملكه، فإذا خرج الكلام ملكت. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا التثبت في مسائل أكبر من ذلك، ليس مجرد كلمة أو سب أو شتمة، بل ربما إن لم يتثبت الإنسان قتل غيره بسببه. كم من الشائعات تنتشر. تثبت يا أخي، الكل أيام الحرب، أيام القصف، البعض بسخافة وبتفاهة يكتب كلمة لا يحسب لها حسابا ولا يلقي لها معنى: تم قصف الحي الفلاني بالكامل. يا أخي اتق الله، هنالك أناس في الغربة يسمعون، وأهليهم في تلك المناطق
بعضهم ارتفع عنده الضغط، والبعض السكر، والبعض لربما جاءت له جلطة حينما سمع ذلك الكلام الذي خرج من إنسان لا يحاسب لكلامه، لربما أهله في خير وصحة وهو مرقد في المستشفى. تثبت. وفي الأخير يا فلان ما قال أنا سمعت، أنا إلا ناقل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الصنف، هو الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. انظر إلى هذا الموقف. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو قريش، وكان من ضمن الصحابة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا لصيقا ليس من أهل مكة، وكان كل ما يملك من الدنيا في مكة وهو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر وكتب برسالة أرسلها مع امرأة إلى من يعلم من سادات قريش بالعدة والعتاد التي قد جهزها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر في ظاهره ردة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصول الكلام وإلى المواضيع قبل أن يطلق أحكاما عامة. لعل لك عذر لا تعرفه، لذلك وجب علينا أن نعذر إخواننا وأن نحسن الظن بهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كان البعض يقول والله لو رأيت لحية أخي تقطر خمرا لقلت لعلها سكبت عليه، والآخر يقول والله لو رأيت أخي قد اعتلى جبلا وهو يقول أنا ربكم الأعلى لقلت لعله يقرأ الآية. الناس يضربون تهما جزافة، كيف سيلقون الله سبحانه وتعالى بأن تلقي كلمة تضر بها إنسانا بريئا؟ وهذا يكتب كتابا ويرسله مع امرأة فينزل الوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد بن الأسود رضي الله عنه، فأدرك المرأة بروضة خاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكما ستدركان المرأة في روضة خاف فإنها قد جعلت ذلك الكتاب في شعرها. فلما جاء إليها قال لها الكتاب، قالت ما عندي من كتاب، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فخافت فأخرجت الكتاب، أخذ ثم رجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر من رآه وتأمل فيه خيانة للإسلام وللمسلمين. قام عمر الغيور رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله، نافق حاطب يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. البعض لربما أرسلت إليه رسالة ولو تكون فيها نوع من الأهمية، ما قرأها، ما نظر إليها، مشغول مريض، لربما بنى عليها أحكاما وحصل هجر وقطع، بل لربما طلق بعض الرجال زوجته لأنه أرسل لها رسالة وما قرأتها. أين العذر؟ أين التثبت؟ أين التأني؟ هذا منهاج حياة، التأني من الله والعجل من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يترك ثورة الصحابة فيما بينهم والبين، هذا يقول منافق وهذا يقول دعني أضرب عنقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقدم يا حاطب، ما الذي حملك يا حاطب؟ يتأنى صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله، ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يدفع بها عن نفسه وأهله في مكة، أما أنا فرجل لصيق فأردت أن أتخذ عندهم يد أحمي به أهلي ومالي. فدواها عليه الصلاة والسلام مصدقا لحاطب، قال صدقكم حاطب، يقولها عليه الصلاة والسلام. ثم يقول إنه شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. صدقكم حاطب، قبل عذره وتبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أجمل كلمة قالها بعض العلماء، قال مشاكل الناس بين مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد. لو أن الإنسان جلس مع أخيه، ماذا قلت؟ قلت كذا، أعدها مرة أخرى إن كان فيها شيء من الأمور التي يجب فيها التثبت، ماذا قلت؟
فإذا قال قلت ماذا تقصد؟ قد يقصد كلاما في واد وأنت قد فهمت في واد آخر. إذن يا معاشر المسلمين، هذا الباب باب طويل والكلام فيه قد يطول، وإنما هي إشارة في عبارة، وليكن هذا الحديث نصب أعيننا التأني من الله والعجلة من الشيطان. فمن تأنى بإذن الله جل وعلا حصل على مرغوبه ونجا من مرهوبه بإذن الله جل وعلا. أما المتعجلون فهؤلاء يفسدون أعظم وأكثر مما يصلحون. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم التأني والتثبت. اللهم ارزقنا التأني والتثبت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التأني والتثبت يا رب العالمين. اللهم اشرح للحق صدورنا يا رب العالمين. كما جمعتنا يا رب العالمين في هذا المجلس، اجمعنا غدا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنك أنت أرحم الراحمين ورب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واعذرونا إن أطلنا عليه. قدمت لكم هذه المادة من قناة كل مسلم ومسلمة على اليوتيوب.